بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنلخص كل ما يخص جينس كوليستريديوم بدون الحشو الكتير وإيه النقاط المهمة، لأن الكوليستريديوم كبيرة فهنبعد عن الحاجات اللي هي مش أبلايد وهنتطرق للحاجات المهمة في التشخيص. الدياجرام ده بيوضح موقع الكوليستريديوم في الكلاسيفيكيشن اوف جرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام بوزيتيف بكتيريا باسيلاي في منها نوعين، في كاتيجوري اللي هو الايروبيك وفي اكزامبل الباسيلاي او الباسيلس جينس باسيلس اللي فيها باسيلس انثراسيس، وفي الجزء الاخر اللي هو الانيروبيك واللي بيمثله هنا جينس كوليستريديوم. هننتقل بعد كده للخصائص العامه للكوليستريديوم. زي ما احنا قلنا جرام بوزيتيف لارج رود شيب سبوريوريتد، والسبور بيبقى سبالج من المذر سيل، ستريكت انيروب كاتاليز واوكسيديز نيجاتيف. معظم الكوليستريديوم ار موتايل باستثناء الكوليستريديوم بيرفرنجيس اللي هي بتبقى كابسوليتد ونون موتايل. يبقى الاكسبشن كوليستريديوم بيرفرنجيس عن السبيشيز الاخرى ان هي نون موتايل وكمان كابسوليتد. طبعا الكوليستريديا تعتبر فاستيديس بكتيريا تحتاج ريتش ميديا زي البلاد والسيرم، ومعظم انواع الكوليستريديوم بتفرز اكزوتوكسين ان هي السبورز بتاعتها بتبقى انهابيتنت في السويل والانتستينال تراكت للحيوانات وايضا للانسان. بالنسبه للكلاسيفيكيشن اوف كوليستريديا تقسم الكوليستريديوم حسب التروبيزم او مكانها في الجسم الى نيورو تروبيك كوليستريديا، ودي بتصيب الجهاز العصبي، وهنا اكزامبل كوليستريديوم تيتاناي وكوليستريديوم بوتولينا، ودي بتفرز طبعا نيورو توكسين. هيستو توكسيك كوليستريديا ودي بتصيب التشو او ما تسمى بالجاز جانجرين كوليستريديا، وهنا مثال شوفياي وسيبتيكام ونوفياي. وفي انتيرو توكسيميك او انتيرو باثوجينيك كوليستريديا، واشهرهم هنا الاكزامبل كوليستريديوم بيرفرنجيس. الجدول ده بيلخص الامراض اللي بتسببها الكوليستريديا. هنتكلم على اهمها، طبعا التيتانوس بتسبب بيه كوليستريديوم تيتاناي، البتوليزم اللي بيجي من تسمم الفسيخ بتسبب بواسطه كوليستريديوم بتولينا. عندنا مجموعه الهيستوكسيك كوليستريديا، اما طبعا البلاك ليج او البلاك كوارتر ودي كوليستريديوم شوفياي، مالجنة اوديما سيبتيكم، وبعد كده في كوليستريديوم نوفياي، ومن اهمهم البلاك ديزيز او بيسمونه كروتيك هيباتايتس في الشيبو الكاتل، ودي طيب كوليستريديوم نوفياي طيب بي. برضو من الحاجات المهمه الكوليستريديوم بيرفرنجيس طيب ايه بيعمل فود بويزنج في الهيومن. طبعا في الانتيروتوكسيميا في اللامب، يعني تميز الكوليستريديوم بيرفرنجيس عامه بالانتيروتوكسيميا في الحيوانات. ما زلنا مكملين في الامراض. احنا قلنا الكوليستريديوم بيرفرنجيس في طيب بي ده بيسبب اللامب ديزنتري، والانتيروتوكسيميا في النيونيتال كافز والفولز. طيب سي بيسبب الهيموراجيك انتيروتوكسيميا في البيجليتس واللامب والكافز. في طيب دي بيعمل البالبي كيدني، ودي اهم انواع الامراض نتيجه الكوليستريديوم. المهم من الحاجات المهمه في الهيومن كوليستريديوم ديفسيلي، ودي بتسبب انتي ميكروبيال انديوست دياريا، ودي بتبقى من النوزوكوميا انفكشن في الهيومن. بالنسبه للتشخيص المعملي للكوليستريديا هنتكلم ان جنرال. طبعا قلنا ان الكوليستريديا بتتميز ان هي سبيروليتد
وبصلاي، فهي في كاركترستيك دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن. لو انت عملت دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن فهتشوف كاركترستيك شيب زي ما هنقول في السلايد اللي بعد كده. في كمان الفروسنت انتي بادي تكنيك، وده بيستخدموه في الهيستوتوكسيك كريستيديوم تايبس. الصور دي بتوضح الدايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن. على الشمال في الكوليستيديوم تيتاناي اللي بتتميز ان السبور بتاعها بيبقى اوفال والتيرمينال، فبياخد درام ستيك لايك ابيرانس المطرقه بتاعه الطبله او الدرام. على اليمين كوليستيديوم بتولينا بتتميز ان السبور بتاعها سب تيرمينال فبتدي شكل سبون لايك، يبقى الكوليستيديوم تيتاناي درام ستيك appearance أو لايك، والكوليستيديوم بتولينا سبون لايك. الصورة دي بتوضح الفروسنت انتيبادي تكنيك باستخدام سبيسيفيك انتيباديز للكوليستيديوم شوفياي اللي بتعمل بلاك ليج ديزيز. ما زلنا مكملين في لابراتوري دايجنوزز، وهنتقل للخطوة التانية اللي هي الكالتيفيشن والايزوليشن. من الميديات المميزة للكوليستيديوم بروس ميديا زي روبرتسون كوك ديميت او الار سي ام والثايجلوكوليت بروس، ودي لازم تغليها قبل ما تستخدمها عشان تعمل تطرد الاكسجين الموجود، لان احنا قلنا كوستيديوم انروبيك بكتيريا. عامه بيتم استخدام البلاد اجار لزرع الكوليستيديوم بعد البروس. الدياجرام ده بيوضح السكيما او الستيبس فور انروبيك كالتيفيشن في المعمل. زي ما انتم شايفين روبرتسون كوك ديميت ميديا في البوتلز على الشمال كمرحله اولى الريتشمنت، بعد كده بنخش على البلاد اجار، وبعدين بندخلها على الانروبيك جار، وبعد كده نقدر نفحص البكتيريا الكولوني، وممكن كمان نعمل اختبار الحساسيه. الحاجات الكاركترستيك على البلاد اجار هي الكوليستريديوم بيرفرنجيس. الكوليستيديوم بيرفرنجيس دي بيعمل نوع من الهوموليسيز بيسموه التارجت هوموليسيز او الدبل زون اوف هوموليسيز. كلمه تارجت هنا جايه من الدايره بتاعه النشان، لان هي نوعين من الهوموليسيز هنا، انر زون اوف كومبليت هوموليسيز اللي هي بتبقى داخليه، ودي سببها الثيتا توكسين، والاوتر زون الاخرى من الهيموليسيس بتبقى انكومبليت او ما يسمى بالالفا هيموليسيس، وتبقى بتيجي لونها جرينش هيموليسيس، ودي سببها الافلا الالفا توكسين. هننتقل للجزء الثالث في الابراتوري دياجنوز والبايكيميكال تيست. وعندنا هنا اكزامبل على الايجيوك اجار عشان نشوف فيه حاجتين، الفوسفولايبيز او الليسيسينيز اكتيفيتي، وطب يظهر على هيئه اوبليسنس تشينج حوالين الكولونيز او ما يسمى بالناجرز رياكشن، وايضا اللايبيز اكتيفيتي نتيجه الهيدروليسيس اوف تراي جليسرايدز. وهنا مثال لللايبيز بوزيتيف الكوليستيديوم بتولينم والكوليستيديوم نوفياي تايب اي. النوع الاخر من الاختبارات وهو الليتمس ميلك ميديا، وده بيستخدم من الكوليستيديوم بيرفرنجيس وبيسموه ستورم فيرمنتيشن عشان بيعمل سترونج فيرمنتيشن نتيجه الاكشن على اللاكتوز وتحويله اللاكتيك اسيد، وايضا ليه تاثير بروتيروتيك على الكازين وبيعمل كواجوليشن الكازين، وبالتالي بيغير البي اتش من بلو الى بينك. وممكن استخدم كوميرشال strips زي ABI 20A for identification. الصور دي بتوضح الفوق كريستيديوم بيرفرنجيس على الايج يوك اجار. شايفين النجرز الاكشن هنا في زون اوف اوبليسنس حوالين الكولوني. الصوره اللي تحت دي كريستيديوم بتولينم بتعمل بيرلي لير او ريديسي فيلم او ريدي سنت فيلم عامله زي اللؤلؤ
طبقة زي اللؤلؤ كده بيضة، أو زي قوس قزح بتبقى كفرت للكولوني. دي من الحاجات الكاركترستيك على الإيج يوك أجار. ما زلنا مكملين في الاختبارات المعملية للكلوستيديوم، وننتقل للتوكسين ايدنتيفيكيشن او ما يسمى بالماوس او الجينيا بيج نيوتراليزيشن تيست. وده فكرته باختصار، انا بستخدم بولي فيلنت انتي توكسين في البداية، وبعد كده مونو فيلنت، وبعد كده بجيب السامبل اللي فيها اكسبكتد الاكز توكسين بتاع الكلوستيديوم، وبعمل لهم ميكسنج مع بعض وحقنهم في ماوس او جينيا بيج. لو الفار مات يبقى ديت مش الانتي سيرم بتاعي اللي انا عارفه، وبالتالي التوكسين مختلف. ولو السيرم، لو الفار ما ماتش نتيجة النوتراليزيشن، يبقى اذا التوكسين هنا والانتي توكسين سبيسيفيك لبعض. ممكن كمان استخدم الإلايزا بنفس الفكرة. واخيرا طبعا البي سي ار كتكنيك بيستخدم لانواع البكتيريا كلها، وممكن استخدم المالتيبلكس ليه كمان الكلوستيديوم توكسين جينز.